في درس اليوم إخواني أخواتي سنتعرف على تيليجرام بيك تكست. إخواني أخواتي هذا الموقع موقع فريد من نوعه. لماذا؟ يمكن من خلاله أن تكتشف أهم القنوات يعني التليجرام الجيدة. يعني هو يعطيك إحصائية شاملة حول يعني التليجرام التي يمكن أن تعتمد عليها في السينيال والتي بالفعل تحقق أرباح جيدة، على عكس التليجرام يعني التي ليست لديها يعني سينيال جيد أو صفقات جيدة. هو سيعطيك برنامج بسيط جدا، أي تليجرام تريد مثلا تقوم بفهم التحديد الخاص بها، هل بالفعل الصفقات التي تقدم صفقات جيدة أو فقط صفقات ليست جيدة من خلال ما تضطر بطبيعة الحال 405 إخواني أخواتي. وهو يتميز أيضا بمميزات الخاص بالموقع الذي قمنا بشرحه سابقا، يعني تيليجرام يعني من نفس الشركة إخواني أخواتي من خلال تيليجرام إكسيتي كوبي إخواني أخواتي. حسنا، أول شيء إخواني أخواتي يعني يمكن من خلال يعني بيكة تيليجرام تشينل يمكن تحليل يعني أي يعني صفقات التي تريد كوبي الخاص بها، يعني منذ تاريخ مثلا الذي تريده الى التاريخ الذي يعني في الانتهاء فيه. اخواني اخواتي يعني موقع هو فريد من نوعه بطبيعة الحال، يعني موقع متكامل من شركة يعني من شركة يعني التليجرام يعني الكوبي اخواني اخواتي التي قمنا بشرحها سابقا، وايضا لديها برنامج هو البرنامج يعني هذا البرنامج خاص مثلا ب يعني الذي يقوم بتحليل القنوات كما تشاهد هنا. اهم القنوات التي قد تجد فيه العديد من القنوات التي يمكن ان تنتمي اليها انت ايضا، ويمكن تحديد اي قناة على حدة لحسب التاريخ الذي تريده وايضا التاريخ الذي تريد الانتهاء فيه اخواني اخواتي. بالنسبه لطبيعه الحال هذا السعر لهذا السعر الخاص مثلا بالتليجرام اخواني اخواتي اف اكس يعني باك تكست اخواني اخواتي ليس مجاني بطبيعه الحال، لان اي خدمه يمكن ان تقوم ب يعني بتقديمها بطبيعه الحال ليست مجانيه، لانه هو سيعطيك تحليل كافي لكي تدخل اي قناه وتفهم هل تقوم بنسخ الصفقات بشكل صحيح او لا. حسن اخواني اخواتي بالنسبه للبريسنج اخواني اخواتي الخاص بهذا الموقع هو بريسنج طبت الحميه 19 ليف تايم اوفر، يعني ليس يعني محدود، يعني يمكنك ان فقط تشتري هذه الخدمه لمره واحده، يمكن ان تستفيد من خلال واحد اكونت ميتا يعني فايف اخواني اخواتي. هو يستعمل هنا ميتا تراد فايف يعني اكونت، يو كان شوز اي فورم يو اكونت اخواني اخواتي، يمكن تغيير اي الاكونت من اكونت لاكونت اخر على حسب يعني الحسابات التي لديك من خلال ميتا يعني ميتا تراد يعني فايف اخواني اخواتي. لديك ميتا باك تيليجرام شنين، يمكنك استعمل اي تيليجرام تريدها، استراتيجي يمكنك يعني ليس هناك حدود من خلال الاستراتيجي اخواني اخواتي، وهو يعطيك تحليل دقيق لاحصائيات الخاص بكل قناه اخواني اخواتي اذا اردت ان تفهمها بشكل صحيح. هو ايضا البرنامج من خلال شركه بطبيعه الحال شركه تيليجرام اف اكس كوبي التي قمنا بشرحها والتي ستجد فيديو اسفل هذا الفيديو ان كنت تريد الحصول على يعني كوبي الصفقات بشكل سريع جدا، ولكن هنا على العكس هنا تحصل على تحليل يعني منطقي للصفقات التي قد تريد صفقة من خلال التليجرام الذي تريد مثلا استعماله اخواني اخواتي. يعني موقع هو موقع بطبيعة الحال جميل جدا، فقط تقوم بالطلب بطبيعة الحال اخواني اخواتي هذه الخدمة التي تريدها من خلال شركة تيليجرام اف اكس باكيت تيست اخواني اخواتي. يمكن هنا تيست او تحليل اي يعني خاصية من خلال الموقع بشكل بسيط. بطبيعة الحال نفس الطريقة اخوان تقوم بشراء يعني الخدمة بالمعلومات الخاصة بهذا الموقع اخواني اخواتي. بعد ذلك هون تختار مثلا بايبال او مثلا خلال ميزوكارد ديسكوفر الى غير ذلك، او تختار في البيتكوين الى غير ذلك اخواني اخواتي. حسنا، ايضا من خلال الموقع تجد مثلا هنا البلوك الخاص بهذا الموقع اذا اردت مثلا تعرف الاهم هذه الخاصية الخاصة مثلا البرنامج ذا مثلا هذا المكان. ثم بعد ذلك هنا كيس ستوديو اخواني اخواتي يعني بيك تيست اخواني اخواتي، تجد هنا اهم المعلومات الخاصة بالبرنامج وكيف تريد مثلا العمل عمله. نحن سنقوم بمقالة يعني ترجمة الاشياء بطبيعة الحال كي تفهموها بشكل اكبر اخواني اخواتي. وهنا اهم الادوات التي يمكن ان تعطيك هنا باكيت ريزولتا، هنا تعطيك الريزولتا الخاص بالتليجرام هل هي بالفعل تقوم يعني بصفقة جيدة او غير ذلك. كما تشاهد هنا اخواني اخواتي هنا الاحصائية الخاصة مثلا بصفقة الى غير ذلك يعني بشكل بسيط جدا. تقريبا هذا كل شيء خاص بالتليجرام اخواني اخواتي، يعني اف اكس باكيت يمكن ان تستغلوا هذا يعني هذا الموقع ايضا في اخذ الصفقات الجيده من خلال التليجرام، وتعرف هل التليجرام يعني هذا جيد او غير جيد اخواني اخواتي، او فقط يعطيكم صفقات كاذبه الى غير ذلك. هذا كل شيء اخواني اخواتي بخصوص التليجرام اف اكس باكيت، نضربكم موعد في الشرح القادم. اعانكم الله.